اهلا، واضح انا آلاء سنين. فانا يعني كل صحابي عارفين عني كل حاجة، فما عنديش اسرار قوي يعني. كنت بحب العب بالكهرباء، يعني انا كنت بتكهرب كتير جدا. كهرباء والنجارة، يعني انا بحب اعمل كل الحاجات اللي فيها كرافتس وكده، فانا برسم وبقصقص وبلون. اغرب عادة ان انا لما بكون متوترة او مضغوطه او احيانا زعلانه بحب انشر، يعني بنشر حتى لو ما عنديش حاجه تتغسل وتتنشر. ممكن اغسل غسيل يعني نظيف من الدولاب من الطبق واغسله علشان انشره، فبحس ان انا ريلاكس كده. ابو كمان، عارفه فيلم العار ابو كمال نور الشريف؟ فانا يعني انا صحابي بيشوفوا ان انا شخصيتي شبهه احيانا، يعني دايما انا حمائيه قوي وبتعصب بسرعه يعني بشوف حاجه حالها مايل كده، عارفه حقها ولا مش حقها، حقها يبقى كمان. كلب اللي ليه علاقه بالخيانات وليه علاقه بالتحوير والحاجات دي، لما بتفق يعني لما الشخص بيتفقد ان هو كذب عليا وكده ببقى زعلانه له، زعلانه له، ايوه ببقى زعلانه علشانه اكتر ما انا زعلانه منه. يعني بحس ليه كده، اللي هو شكلك وحش. انا معقده من حاجات كتيره قوي، فانا مثلا نفسي يعني في حاجات كتير عندي عظمه هنا مش بحبها، عايزه طول الوقت عايزه اخس، حتى لما بكون رفيعه على طول حاسه ان انا المفروض اخس، مش عارفه ليه. وداني، كان نفسي وداني تبقى اصغر، فبتهيألي مفيش عمليات تجميل للودان بتهيألي يعني. برضو انا بحب اغني قوي، بس انا صوتي وحش 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 يعني، وحش حقيقي يعني. بس لما ببقى لوحدي بقى بغني بقى براحتي جدا، وبغني باداء يعني، بطلع على المسرح يعني كثيره. بس انا بحب مثلا كائن لا تحتمل خفته، ده من الروايات اللي انا بحبها جدا. وبحب كمان في كتاب بحبه قوي اسمه، روايه اسمها الغابه النرويجيه، بحبها جدا. شكرا، واضح.